شغال واحيانا معطل وينك ابن الحلال جاكم سنان بشحم ولحمه لشتيت مشوار سجل رقمه يا راشد. أهلاً يا أبو راشد. لو سمحت وقف شوي في المحطة دقايق بس. الناس يقولوا صباح الخير. صباح الخير، وقف شوي في المحطة. ما أقدر أوقف. أنا أخطبط، كل واحد يجي يقول لي وقف بدلي وقف بدلي مسك بدلي، ما أنا أخطبط يا أبو راشد. يا ابن الحلال لا تسويها زحمة، ما أحد مكلمك غيري. لا أقول لكم، أنا لو أفتح الخط وأفتح الباب لكم كلكم هتكبر، كل واحد محمود يجي يقول لي مسك بدلي، عم ناصر مسك بدلي، حتى عم دعفة تقول لي خنس بدلي، أنا ما قادر. كل واحد يمسك مكانه. ما يصير كذا، حنا زملاء. حنا زملاء صح، لكن كل واحد يحترم تخصصه. يعني فرض انا مسكت بدلك في المحطه، يجي واحد وبترول عبي اللي ديزل ولا ديزل عبي اللي بترول، من يتحمل المساله؟ ما بلا اتحمل انا، صح ولا لا؟ ما حد طلب منك تعبي شيء، لا تعبي شيء، وقف بس شوي. يعني حارس؟ ايه. ما هو تخصصي، ما انا حارس. انا تخصصي فين يا بعد؟ انا شغلي ان بنشتغل المغسله. خلاص هذا تخصصي وانت تخصصك بالمحطه، كل واحد تخصصه. ترى انا كفيلك. ترى يا ابو راشد جالس يعني عايش لجو الكفيل، احنا حانبين كلنا هنا، يعني كلنا ندور لنا كفي. ما انت بقاعد؟ ما انا بقاعد، ما تفعل؟ خير ان شاء الله. يعني تهددني؟ لا ماني مهددك. ودي تقول خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. ها ورجع يهدد. كل واحد يحترم مكانه ويحترم. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءوا. لا اله الا الله. الله يرحمك يا حاج. Thank you.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف يا حية؟ هذه مغسلتها؟ اه مغسلة. ايش بتغسلها انا؟ غسل اي حاجة، سيارات، موتورات، شيء، ولا تريك ثلاث، اي حاجة نغسلها. اي شيء؟ اي شيء. طيب انا معي حاجة نشي تغسلها. ما هي؟ اغسل لك ملابس، اغسل لك التوالي حق السيارة، اغسل لك الصحون. ها؟ معي حاجة ثانية. ما هي الحاجة الثانية حاجة مالك؟ جاي رويك. ما ترويني. ما ابو معك؟ لا اله الا الله. لا. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك؟ ما هو هذا؟ هذا ميت. ميت ميت؟ ميت ميت. ما في امل يرجع؟ ولا يرجع. قدوم عند ربنا، قضاء الله وقدره. ذا الحين نشتي تغسل لنا الميت. الحين انت تعمل معي كاميرا خفيه صح؟ يا اخي قدوم ميت قدامك، عيان بياناش من كاميرا خفيه. ذا الحين نشتي تغسله. وانا اغسل انت مجنون؟ انا ما اغسل ميتين. قلنا هو فعل اجر وفعل خير، نشتي الحين ننزل نغسلها سرد ابسر اهله. زعم انزعم. لحظه لحظه، وين اغسل اسلح على سله؟ الحين هي مغسله وع. هي انا داري اني مغسله، بس انا ما غسلت ميتين، اغسل سيارات. هو نفس الماء، هو نفس الماء، يغسل سيارات، يغسل ميتين، هو فعل اجر. مسك مسك. نفس الماء لكن ما هو نفس السياره. نزل نزل معي، خلينا نصير ابشر اهله. يا الله لو انا عارف اني مسكت بدل ابو راشد. يا الله. بالله توقعه. لا لا ما وجعه، قد وميت ما عاد وجع فيه. ولو. انزل انزل هذه انقع. قرب راعي. بسم الله. صبر. غسل السواء ولا يقو، خليه رحله. طيب انا اول مره اغسل ميت، ما بنتغسل انا سواء. اذا انا سمعت كلام ابو راشد ومسكت بدل المحطه، منين نجي له هذا؟ يا ابو راشد السلام عليكم. عليكم السلام. اجلس. تفضل. كيفك يا ابو راشد؟ والله زين. اصطبحت مع كل شيء تمام؟ كل شيء زين. اخلي محمود يدي لك شاي. لا لا ما يحتاج. الله يخليك. يا ابو راشد تذكر لما جيت لعندي قلت امسك بدلك في المحطة؟ اييييي والله كانت ايام حلوة ما شاء الله. زمان. من زمن يا ابو راشد؟ علي قبل شوية. الحين؟ اي الحين. ها وش؟ خلاص انا خلاص انا يعني ندمت واعتذر لك، انا اسف. لا يا ابن الحلال ما يبي لها اعتذاري. يا ابو راشد انا خايف. خايف؟ ولي خايف؟ يعني كيف أفهمك؟ كيف أقول لك؟ يا أبو راشد في جنازة، جنازة جنازة. وش هو؟ جنازة في المغسلة. مين جاب الجنازة؟ يعني في واحد يعني زبون جاب حط الجنازة وغسلها ومشي. جنازة؟ جاب الزبون؟ يا أبو راشد كيف جنازة؟ الزبون جاب الجنازة يا أبو راشد. يا ابن الحلال فهمني، ما فهمت شيء. يا أبو راشد الزبون جاء لعندي إيه؟ حط الجنازه قال اغسلها ومشي. والحين إيه؟ الجنازه ميت. يعني لا مريض اكيد ميت. الجنازه ميت. إيه إيه فهمت فهمت. الحين وش المشكله؟ غسل. انا اغسل ما اعرف اغسل. تساعدني تغسل معي؟ لا ما عندي خبره انا. وانا ما عندي خبره انا يعني ما غسل ما قد شفت ما غسل ميتين. انا اغسل ملابس سيارات لكن ميتين ما غسل. الحين شغلي انا وين؟ وين شغلي؟ في المحطه. وشغلك وين؟ في المغسله. رح الله معك. نتساعد يا ابو راشد. لا يا ابن الحلال ماني بساعدك لاني ما 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 اقدر، ما عندي خبره انا بالتغسيل. والجنازه؟ وش اسوي انا بالجنازه انا؟ ما تساعدني خلاص يعني ما انت كل كفيل حقي. هالحين تذكرت اني كفيلك اقول اذلف. ما ابو كفي؟ الله معك. والاخوه والزماله؟ كل شيء في بابه يا ابن الحلال، بس ذا شغل وتخصصات وتداخل في ما ينفع. الله يسامحك يا ابو راشد. الله معاك. يا استاذ محمود، يا استاذ محمود، صباح الخير يا استاذ محمود. استاذ محمود؟ بقالي قرن ما سمعتش استاذ محمود دي، وخصوصا منك انت. الله يخليك، اسمعني يا استاذ محمود، انت كنت ناوي تروح. انت مالك متوتر كده ليه؟ في ايه بالراحه؟ ما فيش حاجه لا توترني اكثر. انت كنت ناوي تروح العمره صح؟ كنت ناوي اروح العمر. وليش كنت رايح تروح العمر؟ لاجل الاجر. عشان الاجر وربنا يغفر لي اكيد، يعني مش عشان خاطر تقول لي يا عمري. اذا خلاص سبحان الله العظيم، الاجر جاء لعندك. ازاي يعني الاجر جاء لعندي ازاي؟ كيف ازاي الاجر عندك؟ يعني انت الاجر يعني ولا لا؟ لو على الاجر عليك انت انا مش عايز اجر. يلا اتكل على الله. يا استاذ محمود ما ناش الاجر، صلى على رسول الله. امال يعني نقلوا الكعبه هنا هنطوف هنا يعني ولا ايه؟ انا مالك هكذا ان ينقلوا الكعبه لهانه؟ مالك هكذا؟ امال ايه يا ابني مالك؟ انت متوتر ليه؟ في ايه مالك؟ لحظه صلي عليك. وشك مخطوف كده ليه؟
ما في حاجة، ما ابو حاجة الأجر عندي في المغسلة. الأجر عندك في المخزن؟ في المغسلة، في المغسلة. في المغسلة؟ افتح بقك كده يالا. انت مش مخزن صح؟ ما هو مخزن. مش مخزن يالا يا سيد محمود، ما هو مخزن، انا ما قد اكلت حاجة من الصبح ولا قد شربت. صلى على رسول الله. صلى عليه وسلم. خذ جيد الحين معي للمغسلة وانا اوريك الأجر. هتوريني الأجر؟ يا منى. ماشي. بسرعة. بس انجز عشان خاطر انا ورايا حاجات هنا. تعال يا محمود تعال. عم خلاص جاي اهو، بس بسرعه عشان الحاجات اللي على النار دي تتحرق مننا. شوف ايه ده؟ دي موميا بتاعت الفراعنه؟ ده ميت، ميت يا محمود. ميت؟ اه ميت. انت قتلته نشر؟ ما قتلتوش يا محمود، هذا واحد زبون. لا قتلته نشر. صل على رسول الله. قتلته نشر. اسكت اسكت. ماشي ماشي. يعني ده زبون جالك وقال لك غسل الجثه؟ ايوه. طب اهدى اهدى كده، ما توترش نفسك. انا مهادي. إيه. يا ناصر يا محمود، يا مرايش يا محمود، يا محمود عمر، اقسم بالله حرم لو قلت لك انا اغسلكم الاثنين. مين يقول لك هذا زبون زبون؟ جا حطه قال اغسله ومشي. بجد ولا بهزار الكلام ده؟ بجد بهزار، يعني بيهزر ميت يهزر. يا الميت نشر قتل الراجل ده قدام عيني، قدام عيننا. ما قتلتش يا عم ناصر، لا تصدق له، ما قتلتش. هو ده الميت؟ هذا الميت. يا دكتور مات. الله يرحمه. عليك قتلت يا ناشر؟ ما قتلت، ما قتلت يا عم ناشر، ما قتلت. سيارة وين سيارته؟ زبون زبون زبون، جا حط قال اغسله ومشي. مين حاسبني؟ حاسب يا راجل يا جاحد انت، ده الراجل بيتحاسب قدامك طول ما انا حاسب. داير كم يحتاج الميت لما يتغسل؟ ثلاثة وايتات، ثلاثة وايتات يا بني ادم. يعني لو غسلت خمسة ها؟ مثل هو يتصلى على صوت ننصد الماء. مالك ننصد الماء؟ مالك ميت ميت، يعني ضروري تغسل من هنا، تغسل من هنا، يعني تبز حساب أربع سيارات. يا عم أنت ما بتعملش حاجة لوجه الله، أربع سيارات إيه؟ بنقول لك الراجل مات وعايزين نغسله. الحين قاعدين تسولفون. يا ابن الحلال غسل غسل، ما في مشكلة، وبعدين نشوف حل. أيوه إكرام المات دفنه. دفنه مش تغسيله يا محمود. لازم نغسل الأول، نزل نغسل. يا محمود مالك تقتلني جنبنا الحين. يلا ها عاشوا. تمام. حق اربع سيارات. تمام ساعدوني وانا بسير يا عم ناصر. يا ابو خليت ساعدوني ساعدوني اغسله. انا اول مره اشوف ميت، ما غسلت ميت. ما غسلت من قبل؟ اي والله ما غسلت. جرب. الله والنذاله، يعني ناصر الله يحفظك يعني ما بلنت يعني وقفت جنبي. انت اخ يا محمود. احنا اخوات يا ناشر، بعدين احنا عشرة ام. الله يخليك. وانا عمري ما بيعك اخوي. انا بدالك. يلا عمون غسل معي. اغسل ايه؟ نغسل الميات. لا انا اخري كوبايات وصحون، بعد اذنك انا اشرب. بعد اذنك اخوي. الله يقلعك والطبيعه واخو. تعمل يغسل هذا ما عمل له. ايوه يا ابو راشد، ده كم نشتي؟ تقول كم نشتي وايد ثلاثه؟ يا ابن الحلال والله، ده حتى ناشر ومحمود ما عندهم سالفه. الله ينور. ايش هذا الصياح؟ ايش في من الصباح؟ هذا واحد جابوا ميت لعند ناشر يغسلوه. كيف؟ ايش من ميت اللي جابوا انه؟ ميت هكذا، ميت ادمي ميت هكذا. يغسله ناشر؟ ناشر يغسل ميتين؟ ناشر يغسل سيارة، يغسل كنبة، يغسل يا بنت الحلال وش فيه؟ الرجال يعمل خير ويغسل الميت، وش المشكلة؟ يا ابو راشد هذه قثة، يعني ادمي ميت، مش دقاقة. الله يرحمه ان شاء الله. بس خلي منطقك منطق خير ان شاء الله. تمام ما اختلفناش الله يرحمه. يا ناصر صدقش الكلام هذا، منو اللي جابه؟ والله انا كنت راقد. في حد من اهله موجود؟ من معي حقكم انا؟ لا مريتي والله ما حد ادري. يعني ما هو ماشي توصلي له؟ ما هو يا ناصر دي قثه، واحد ميت، كيف تستقبلوا واحد كذا يا ناصر؟ اسالوا اسالوا من جابه. طيب جابه لعندنا ليش؟ طيب افرض افرض ان جريمه قتل، قتلوا وجابوا لعندك. معاه حق يا ابو راشد. انا كنت افكر في الماء كمان، استغرق ماء، ما دخلتش هذا الموضوع على دخل رازي. يا عم ناصر تعرف الحريم، تكبر الموضوع، تسوي من الحبه قبه وانت خابر. صدقه صدقه، انت فكرت بالماء وصدق ابو راشد. ولما بتكون جريمه واحد قتله وتقش انت تشحطك، يلا وتأبد لك بجريمه قتل ما حد داري من قتله، ولا حد داري منه، ولا نعرف له احد. صدق والله اني بتفكر احسن منك انت وناجر، واحسن من انا اقول انا. يا ابن الحلال ما في شيء، لا تكبروا الموضوع. عاشو الله يخرجنا بس. الله يرحمه. يعني ما هي مهنتي غسال الميتين، لكن يلا قد واحد يعمل اجر. الله يرحمه.
لن يا عم ناصر ما عليك. من الميت؟ الميت هرب. أنا قلت لك يهرب يا زلمة، من أي حاسبني؟ من اللي امزح معك يا عم ناصر، ميت وذكاه. أنا غسلته وقلت نشفه. أنت مجنون. لما مجنون؟ قل لا مجنون. يعني مجنون؟ رسمي. قل الاثنين مجاني. نزل بسرعة. ما نزل، خليه ينشاف. يجي صاحبه دحين يفعل لنا ورطة يقول لنا نزل الأهانة. دحين أنت أدخلنا في ورطة، احنا دارين إيش اسمه ولا منو صاحبه. ما هو ما دخل اسمه، يعني أول ما يوصل أقول له طلب بطاقة، يعني يستلم حواله ولا يسكن عندنا بالفندق ولا إيش؟ غسله بس. يا بني آدم إكرام الميت دفنه مش نشره. يعني دفنوه وهو ناشف. الله يعينني على أم المعي. يعني خلص هي نزل هي. ساعدنيها. تعرف كيف تتصرف مع ناجر؟ ورطنا ودخلنا في مشكلة كبيرة. ايوه اخ حرام عليك، ليه تقتل الميت؟ ليه تقتل الميت؟ الو هذا كيف قتلت الميت؟ كيف يقتلوا الميت؟ وبعدين العم ناصر ما يقصدني انا. لك صوتك انت، لان انت هذه اخذت الجثة من شخص لا تعرفه ولا تصرفه. اذا كنتم شاكين انها جريمة فانا اتوقع والواقع تحليلي تكون جريمة تهريب. أنا توقعت زي كده، كنت فاكرها موميا فرعونية، بس ما طلعتش موميا، طلعت جثة بجد. يا جماعة ما الدنيا ما هي فوضى، بعدين لا تحملوني أنا مالي دخل، أنا اللي مغسل، بقى العم ناصر يتحمل كل حاجة وصاحب المحطة. يا حبيبي، عاد احتبس عاد احتبس. العيش والحلاوة علي، هجيبهم لك هجيبهم لك. يعني أنا خلاص إني بريء منك. مبروك عليك الكلبشات. أنت اللي قبلت الجثة. يا أنا قلت أحمل الخير، يعني تخيل واحد جاء عندك قال أغسل الميت، يعني ترتاه. يعني في حد يقبل جثة؟ انت داري ايش مصدر هذه الجثة؟ دي جريمة. حتى دي عم تحفة. تخيل وصل بخير وانت الذي غرقته. ما غرقه، انا ما غسله في المسبح. هيطلعوا البصمات يا حبيبي، هيطلعوا البصمات. انا ما غسلته في المسبح، غرقه، انا غسلته بالماء. كيف بتثبت انك انت اللي ما قتلتوش؟ انا احلف لهم دحين يقشلك ودك في داهية، غرقتني احنا معك، الله يغرقك. المفروض انت تكون ذكي، الامور دي ما فيها، ما هي فوضى. مو ذكي كيف الذكاء فيها؟ ذكاء اقول لي يا ابو راشد ولا انت يا محمد؟ ما هو الذكاء يا ابني، دي جريمه. يعني انا وحدي في السجن، وكا انا مالي دخل. لا تعشر لا عندي ولا اعرفك ولا اسمك، اخرج من بيتي. ما اخرج من بيتك، انا الله مشغل عندك، انا الله موظف، انت تحمل المسؤوليه، انا مالي دخل. انت استلمته؟ شوف حل. انا عندي فكره. احنا ناخد الجثه دي ونروح ندفنها، ولا من شاف ولا من دري. الله يا ابو الافكار، يعني افكارك ما شاء الله. ولو يجي صاحب الجثه ما اقول له انا عاشوا ماتوا. ناشر وناشر مالك راقد خارج؟ وناشر ناشر قم رقدك عمي ناصر خارج من افعالك، ما خليش لحد حاله. قم ناشر. مقتول ناشر، قتله. مقتول ناشر القاتل. وين ناشر القاتل؟ انفس. هذا اللي كان ناقصنا سنان كده. اليمن كلها عرفت. قتلت الرجال؟ قتلت الآدمي؟ تعوذ من الشيطان يا سنان وقود، تكلم خير. كنتوا بتعذبوا الشيطان قبل ما تعملوا عملتكم، تقتلوا الآدمي المسكين. يا اخي احنا عملنا خير، مالك انت هكذا؟ الخير واضح، ممدد بالمغسله، لكن علاجك عندي. الو البوليس. يا ابن الحلال اركد. يا ابن الحلال افهم الموضوع اول شيء. واضح الموضوع، انه انتم حصلتم الادمي معه فلوس ومعه ذهب، الله اعلم كم كيلو، 4 5 6 كيلو، والماز وكل شيء، وذبحتم ابوه. ايه يا عم ذهب والماز وياوتي، احنا قتلنا علي بابا. يعني ايش يا سنان؟ انت ترقب لنا احنا مصيبه صح؟ ما صدقت ان احنا وقعنا بورطه وبتثبت علينا يا شيخ عيب؟ فين العيش والملح؟ تفهم الموضوع غلط يا سنان. تمام الموضوع اول، بعدين تحاكي. الموضوع معروف، هي الفلوس اللي تغير النفوس. لكن الو اتصل بالفندم. والو بس يا عم انت بتقفل التليفون ده، انت عايز تودينا في داهيه؟ حتى انت يا محمود، حتى انت طلعت مجرم. يا عم مجرم ايه؟ انت جاي دلوقتي لقيت الجثه فين؟ بالمغسله. ومين اللي شغال في المغسله؟ ناشر. يبقى مين المجرم؟ ناشر. بس خلاص، ما هو انا ماليش دعوه. يعني شيء تدفوا فينا؟
انا هدف بيك انت ناشر احسن ما كلنا نتهدف في الموضوع. يعني الموضوع معروف يعني شنو تضحوا بناشر؟ حسكم عند ناشر؟ انتوا ناسين ان احنا كلنا متورطين بالجريمه هذه؟ فكروا كيف تشوفوا لنا حل. كلميهم يا عماتو. الحل موجود، اننا نتصل بالشرطه يجي يسحبوا ابوكم تقتلوا الادمي المسكين. الو اتصل بالفنان. اتصل للجن. والله اروح ابلغ من نفسي. اقول يا حبك للقروشه والهياط، روح بلغ بالحلال. اقلف يلا. اقلف؟ انا ايش اقلف؟ لكن انا ايش اوريكم؟ انا اسرح بنفسي للشرطه. وريني عرض كتافك. لا يا عم روح في داهيه بعيد عننا، انت شكلك مقرمش ومجنون. يعني انتم من صدقكم؟ بتخلونا نخرج بلغ علينا؟ مجانين؟ يا سنان! سنان! يعني انتم ولا في حسكم صح؟ المودف والضحيه هو ناشر صح ولا لا؟ صح. اصبر بقول لك ملا سنان. ما ملا راعي بكلمك. ما اين ما راعي؟ يعني ايش؟ يعني تنزل الدبور علينا وعلى المحطه؟ لا مش ادبريك ولا ادبر المحطه. انت يرضيك الظلم هذا؟ اساليك بالله يرضيك؟ ما ذنب المسكين هذا يقتلوني؟ نعم يعني ما معوش احد، انا موجود. ومن قتل نفسا كانما قتل الناس جميعا، يعني قتلني انا، ناجي يقتلني انا ما بيني وبينه. ملا خلاص احنا ما لناش دخل بدا كله، هم قاموا لنا وقالوا ناشر يغسله. هم قالوا لك لانك مسكين طيب كذبوا عليك، لكن والله لا هم بحقك. عند الله وعندك يا سنان، سنان عقل، صلوا على النبي. عليه الصلاة والسلام. احنا ما لناش دخل بدا كله، تمام؟ وبعدين انا زادوا علي يا اخي، انا ايش دخلني؟ زادوا عليك لانك طيبة ومسكينة. طب اسمع، عند الله وعندك يا سنان تعال تفاهم معاهم. قهرت قلبي عليك. ما نشتيش مشاكل يا سنان هي. من اجلك انت بس، ومن اجلك. شو اتفاهم معاهم؟ يلا بعدي. كله علشانك يا عمة تحفة، أنا ممكن أتنازل وأتفاهم معهم. بس أقول اقعد بس. أقول لك ثنتين يدي جنبها ولا قملة قملة. أنا ممكن أسكت على أي حاجة إلا أنكم تقتلوا الرجال المسكين هذا وتجتمعوا كلكم بجريمة واحدة. يا قتلة تخيلوا، أسألكم بالله بالنشرة، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد قام السيد ناصر بذبح الرجل في محطته وفي استراحته، وقام ناشر بمساعدته ثم محمود، وبذلك قام الشاعر الكبير أبو راشد وذبحوا الرجل. يا مقتولة تعلقوا برجلكم اعدموكم. وش دخل أبو راشد في الموضوع؟ أقول ذا ناشر. كني شل ناشر، كله ناشر أنا غسلت، المفروض تحاسبوني تحبسوني. شي حاسبك أرحم الراحمي حبيبي. لا تهورش عاشو عاشو. قد انا حبيبك اليوم. اقول يا سنان افهم السالفة زين. السالفة معروفة ولكل مشكلة لها حل. الله ينور عليك، انت كده يا عمنا فهمان ودماغك شغالة. قول لنا بقى ايه هو الحال. لا حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله على كل. الله يرحمه قضاء وقدر. الله يرحمه، لكن الحمد لله انه وصاني قبل ما يموت. وصاك ايش؟ وصاني ايش؟ وصاني قال المزرعة حق البقر لي. يا اخي الله يحفظك، وصانا كلنا، يعني كل شيء نصيب. احسن حاجة تشيش لها لك. لانه دار ان انا تعبت فيها اكثر واحد. يا عباد الله صلوا على رسول الله، اول شيء تفنوا ابوكم بعد تشارعوا. تمام كل شيء في بابه عم تفنه. اسمع اخي انا تفنه كذا، وش تفني مع ابي هو الاول؟ اشتيش يشل الحالي الحالي، واشتيش لمزرعه البقر. الحق حق لا تزعلش، وصيه المرحوم لا بد ما ننفذها، واكرام الميت تفنه. تمام وانت عم تفنه. ابو راشد ايه رزم. وش يعني رزم؟ همس. دلعش تقتلنا. اولا اشتي منكم تدوا الفلوس والذهب اللي شلتونا من الشيبه يوم ما قتلتونا، وتدونا عندي نقسمها سوا. يا جني ما بو ذهب ولا بو فلوس، اصلا هو ميت ما بو معه جيو. الكلام ده في المقبره الفرعونيه، لكن احنا لقيناه كده صلوتي مولتي معهوش اي حاجه. ابلغ. خلاص سجل عندك يا ناصر. عمك ناصر. لك عم بن عيون. عمك ناصر. والله لا تتفحرن الصبح. ناصر وناصر. عمك ناصر. أبلغ. خلني تهاجر. أبلغ. خلص يا عم ناصر. خلص.
بترول لسنان لمدة شهرين مجانا. شهرين نقت لنا السيارة حقك شهرين متتابعين. تمام ما دخلني. سجل سجل يا عم، انا صرت شيء خارج. سجل ايوه. صبح وغدا وعشاء من عند محمود لمدة سنة مجانا. ايه يا عم انا مال انا ومال البتاع ده؟ ها مالكش داخل. الو افندم بلغ يا عم. خلاص بلغ. خلاص خلاص بلغ يا جدعان. انا مال انا بتاع اكل مش بتاع اكل يا جدعان. تمام تمام خلاص. هذا تلف. خلاص ماشي ماشي تمام رجال. ماشي ماشي ايوه تمام يا ناشر. انت ناشر خفف عليك. لمدة كم؟ لمدة سنة. سنة؟ ايوه تمام. قول تمام. خلاص سنة. شوفوا ما دام وانا ساكت على الجريمة اللي عملتنه يعني انا الان شريك معاكم بكل شيء. والله لا تفتح له خرا زع التوائر. خلاص تمام تمام. طيب وايش عاد؟ رد الكوفيه. رد الكوفيه. ايش عاد تشتري؟ سجل عندك. اشتي تذكره سفر لماليزيا. لين لاندونيسيا. ها للبلاد ازير المرا والقوال. خنا خرين يلا تمام. زيد عندك. اشتي حبه بيتزيا. بيتزيا. ساكت ترتبه انت ولا تفتحي لق فيك. انت تشلي الثياب حقي كلهن وسرا والكلهن تصبنيهن. والله وصلنا للمتل مع الثياب اصب لك. ايه معي معي بوليس يجي يصب لهم. خلاص 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 بصب لك مدة السنة. ايش بدك؟ والله تمام. هذا 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 فاهم بال ولا يهم. عاشوا معك هذا غزيت فيها امانه. بلغت؟ لما بلغت وما معيش رصيد كيف جاءوا؟ القاتل ناشر يا خدم. القاتل ناشر. خلاص عندك جيب جيب عندك عندك بس اسعاف. 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 انا قاعد انا بين اقول لك شل لك المزرعه والبيت الصغير. هذا انا يا عم ناصر. هذا اللي قتله. انت اللي قتلته. مالك؟ انت اللي اديت له عندي وهرب. تبقى قتلت هذا الميت. ما انا اللي قتله. انا الذي قتله. انا كيف انت قتله؟ انا سرقت عياله. كيف قتلته؟ انت احنا بثاني انت احنا ما عرفت كيف تصرف. ما قلت لك تصرف، قلت لك غسل فقط. غسلته، من يحاسبني ذا الحين؟ هو الله يحاسبه. مو وقت حسابي بالحلاوه. خذوا الرجال، خذوا الجثه. لا اله الا الله. الله يرحمك. الله يرحمك. الله يرحمك. الله يرحمك. قرب الان. يلا. الله يرحمك. رحمة الله بالشر. وينهم عياله؟ وين؟ موجودين موجودين. على ما قلت لك البيت والمزرعة صغيرة لك. أقصد. والله ما أدراها إن المزرعة حتى البقر لي. كذا أنا خلاص ما رأيك تشتري مني المزرعة والبيت الصغير؟ أشتري منك. عم قد حق أمك عاد وأنا حقي المزرعة الكبيرة حق البقر. ما بيش حقك. إحنا أخوه وكل شيء نصاي. إحنا أخوه والبقر حقي. قبل الحال مو وقت البقر الحين. الا وقت البقر يشتين هبلي وانا بخايل. علي الحرم ما يتفن الا ما نسد. بيننا. يما! انا هذه غلطان، انت ربيت البقر وفلت عيالي بلا تربيه. هو الحق. يا ناشف! يا ناشف! ابطلوا! وتاهي العنوان راح العمر غلطة اتابع لقطة لقطة وتاهي العنوان راح العمر غلطة اتابع لقطة لقطة اشكال ورطة 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 وش بالحسنان.
شنطة وتاهي العنوان.